جاء في الهيئات وفقا لمفوضية حقوق الإنسان ارتفاع عدد المصابين بالسرطان في البصرة. ونطالع في المدى، القضاء يلاحق محافظ نينوى بعد 3 أيام من إقالته. ونتصفح في كتابات أوامرنا مطاعة، الرئيس الإيراني يؤكد جاهزية بغداد للموافقة على أي اتفاق تريده طهران. جاء في جزيرة نت، رئيس مجلس الأمة الكويتي بشرى بقرب انتهاء الأزمة الخليجية. ونطالع في العربي الجديد، مليونية في شوارع الجزائر، الشعب يصر على رحيل النظام. وجاء في القدس العربية، البرلمان البريطاني يرفض اتفاق ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة، تركيا تتمسك بصفقة S-400 الروسية، والكونغرس يلوح بمنع تسليمها F-35. أهلا بكم. في دولة كدولتنا توجد دولتان، هما جمهورية العراق العميقة وجمهورية العراق، ولا تحاكموني على هذا التصريح. تجرأت على هذا القول كون السيد عادل عبد المهدي هو من قاله قبلي، فضلا عن سياسيين كثير. فمن رصد القوانين غير الدستورية والأوامر الإدارية العابرة للقانون، عرفت ما لا يعرفه رؤوس السلطات الثلاث. وحيث يستمر الكاتب ويقول، وهو الكاتب عبد الخالق الشهر في صحيفة كتابات، لكوني باحث وكاتب متفرغ أرى ما لا تراه السلطات الثلاث، فمثلا أرى أن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو عمل ليس فقط غير مجدي بل ضار في نفس الوقت، كونه يحمل في طياته تجاوزا على مهمة القضاء، كما كانت هيئة النزاهة وهيئة المساءلة وغيرها. عندما يكون رد فعل الحكومة على جريمة العبارة إقالة المحافظ ومجلس المحافظة، أضحك في سري من الألم، لأني أعي أن البيئة التي جاءت بهؤلاء هي قائمة وستأتي بغيرهم على نفس الشاكلة وبالطريقة نفسها كون الوعاء ذاته. وأسأل نفسي، لو جاء هتلر والنازية معه، هل سيتمكنون من حكم الموصل كما يريدون في ظل وجود 40 مكتبا اقتصاديا في الموصل؟ في بلد فيه 1000 مكتب اقتصادي، كيف نكتشف وجود الدولة العميقة؟ عندما نجد السيد محافظ نينوى يقف مقابل جثامين ضحايا الموصل ضاحكا مستبشرا مرتديا ربطة عنق حمراء زاهية، أو أن يتحدث سياسيون عن بزار جديد في أربيل لبيع منصب المحافظ، أو أن نجد دولة تستنفر طاقاتها وتأتي بغواصين من تركيا لانتشال 100 جثمان أو أكثر من نهر هائج، لأن الأضواء مسلطة على الحدث بينما آلاف الجثامين ترقد تحت الأنقاض في المدينة نفسها منذ زمن وكأن شيئا لم يكن. يقول الكاتب، أن تسمع من الفضائيات أن هناك 250,000 متعاطي ومتاجر وتاجر مخدرات في البصرة، بينما العراق سجل 2 تعاطي فقط حتى العام 2091، أو أن تجد أن هناك شخصيات أو فصائل أو أحزاب عندما يذكرها الفاسد تفتح أمامه الأبواب وتغلق أبواب القضاء، مما يذكرني بصديق كما يقول الكاتب كان يقول، إن الذي يهمني في النظام أن أتمكن من أن أضع رجلا على رجل وأتحدث مع المحقق كمواطن محترم، وأجيبه إنه اليوم لا يمكنه أن يثبت قدميه أصلا عندما يسمع بفلان وعلان، أو أن نجد رئيس هيئة تنفيذية يقف ضد قوانين وقرارات وتابعة للمحكمة الاتحادية العليا دون أي حساب، بل إن مكافأته تكون بأن يقضي 2 ولاية في منصبه، وكأن أرحام العراقيات قد جفت. غرق العبارة والحكومة المحتارة،
تحت هذا العنوان جاء هذا المقال، حيث كشفت المأساة الدامية لغرق العبارة في مدينة دجلة التي حصلت أثناء احتفالات أعياد النوروز في مدينة الموصل المفجوعة والموجوعة بدمارها وخرابها أصلا، وكذلك الفساد المستشري في هذه المحافظة من قبل المحافظ ومجلس المحافظ ورؤساء الدوائر وبعض الفصائل المتحكمة فيها، حيث كشفت هذه المأساة خللا بنيويا مركبا في إدارة البلاد بشكل عام وفي الموصل بشكل خاص، بل في مجمل العملية السياسية برمتها، والتي لم تتحول بعد إلى نظام سياسي واضح المعالم. هذا ما جاء في مقال بصحيفة الزمان الكاتب نجاح سميسة. إن المتتبع لما يجري في العراق منذ عام 2003 يلاحظ مقدار الخلل والخطل والهزال في إدارة البلاد منذ مجلس الحكم الذي أرسى دعائم المحاصصة الطائفية والعرقية، مروراً بالحكومة المؤقتة بزعامة أياد علاوي والحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري، ثم الحكومة الدائمة ولدورتين برئاسة نور المالكي، تلتها حكومة العبادي الذي كلما تكلم فإنه يهدد بضرب الفساد بيد من حديد، ولكنه كان يضرب الفساد كل مرة بيد من تنك إلى أن ضرب نفسه وسقط بالقاضية ليسلمها إلى رئيس الوزراء أو الذي يستضعف السيد عادل عبد المهدي بسبب عدم ائتمانه إلى كتلة قوية يستند إليها، والذي أخبرنا في بداية استزاره بأن استقالته في جيبه وأنه سيخرجها ويضعها على الطاولة إذا لم يعجبه الوضع وإذا أحرجته الكتل السياسية التي جاءت به، ولكنه لم ولن يفعلها لأن طعم رئاسة الوزراء حلو ومغري، حيث أتحفنا هذا اليوم بتصريح ناري ارتعدت له فرائص الفاسدين، مفاده أنه سيضرب بيد العدالة لكل من يلعب ويزيد من جراحات العراقيين. كاتب يقول: نعم سيدتي وسادتي، إن الذي جرى وما زال يجري في العراق لم يحصل في أي بلد من بلدان العالم، له نفس إمكانيات العراق المالية والبشرية والاجتماعية والتاريخية، والسبب هو تسلط الأحزاب الإسلامية والسياسية الفاسدة متمثلة برؤسائها وشخوصها الذين يرتبطون بعلاقات مشبوهة مع القوى الخارجية والمنبطحين تماما لتلك القوى ودولها، حيث وضعوا أنفسهم أدوات لتنفيذ سياسات تلك الدول على حساب مصالح العراق والشعب، حتى أوصلوا البلد إلى ما هو عليه الآن من دمار وخراب وإفلاس وموت مجاني، وآخرها وليس آخرها حادثة عبارة الموصل. جاء في المدى: تحرك عراقي لتحجيم حزب العمال وغلق معابر التهريب في سنجار، حيث تحول الطريق الحدودي بين العراق وسوريا السالك باتجاه قضاء سنجار الذي لم ينهض حتى الآن من الخراب الذي طاله قبل أكثر من 4 أعوام إلى ملاذ لتهريب الممنوعات بمختلف المشتقات والسلاح، بحسب تقرير نشرته وكالة سبوتينك الروسية. وألمحت الجهات المحلية في قضاء سنجار الواقع غربي الموصل إلى عملية تهريب ينفذها عناصر حزب العمال الكردستاني الPKK في الحدود العراقية السورية، وفق تقرير نشرته صحيفة المدى. وتحدث قائم مقام قضاء سنجار محمى خليل عن الوضع الحالي في قضاء سنجار بوجود عناصر حزب العمال الكردستاني قائلا: إن حزب العمال الكردستاني يخرق الحدود العراقية باستمرار، كما أن قواعده موجودة في سنجار. وكشف المصدر من قضاء سنجار عن اجتماع عقد بين رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي الذي زار سنجار مع قائد عمليات نينوى نجم الجبوري نهاية الأسبوع الماضي مع قادة من حزب العمال الكردستاني. ونقل المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ما جرى من مباحثات خلال الاجتماع الذي أكد فيه قادة القوات العراقية نزع السلاح من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني والفصائل التابعة له في سنجار. ويؤكد المصدر أن حزب العمال الكردستاني رفض ذلك، فهو لا يريد ضم عناصره للجيش العراقي أو الشرطة المحلية، يريدون البقاء منفصلين عن القوات الأمنية.
يشير تقرير الصحيفة إلى أن الجيش يرفض بقاء عناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار، ولأنهم رفضوا الاندماج لذلك خيروهم ما بين نزع السلاح أو القتال، متوقعا أن تداهم القوات الأمنية مقرات الباكاكا الموجودة في سنجار، حيث يشير المصدر إلى أن الاجتماع الذي جرى بين القادة العسكريين العراقيين والعمال الكردستاني هو ليس الأول من نوعه، فالحوارات والاجتماعات مستمرة بين الجيش والباكاكا منذ 6 أشهر لكن دون نتيجة حتى الآن. تحدثت الصحف الغربية مؤخرا عن شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الدفاعية الروسية S-400 باعتباره موضوعا غامضا يشكل جزءا من أجندة سرية لدى تركيا، إلا أن هذا الموضوع في واقع الأمر موضوع قديم وكان معروفا منذ السنين. لقد جرت الاتصالات بين تركيا وروسيا لما يقرب من 2 بهدف توفير احتياجات تركيا من الصواريخ الدفاعية، علما بأن تركيا ما فتئت تبحث عن مثل هذه المنظومة منذ أواخر عام 2011. عن أزمة منظمة الصواريخ الروسية التي تعتزم تركيا شراءها، كتب طه أوزهان في موقع عربي 21: حينما يتعلق الأمر بتركيا فإن من أهم الجوانب المتعلقة بهذه الملحمة هو أن إدارة ترامب التي كانت نفسها قد ألقت بالشكوك حول الهدف من وجود الناتو، تذكرت فجأة أهمية هذا الحلف، وتذكرت دور روسيا، وتذكرت حتى الحرب الباردة. وإذ تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لمجرد قيامها بشراء منظومة دفاع صاروخية، فإن هذا لعمرك هو النفاق بعينه. والحقيقة هي أن واشنطن بدأت بالنهي عن تركيا مباشرة بعد انتفاضات الربيع العربي، وزادت الهوة بين الطرفين بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، ثم فاقم من هذه الهوة أكثر فأكثر داخل اليابجة دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية سوريا التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب الشعب الكردستاني الباكاكا. إذا ما أخذنا بالاعتبار أن إدارة ترامب لديها خطاب حاد مقابل سجل سيء في إدارة الأزمات، فيبدو أن السبيل ممهد نحو نزع فتيل الأزمة وتخفيف حدة التوترات التي شهدتها العلاقات بين أنقرة وواشنطن. ومع ذلك من الصعب التنبؤ إلى أين ستقود هذه الملحمة بالنظر إلى شغف الرئيس دونالد ترامب باتخاذ القرارات المفاجئة والراديكالية، ومنها على سبيل المثال تغريدته التي طالب فيها بالانسحاب من سوريا. كثير يمكن أن يقال عن ترامب ونزقه وغروره وصلفه بل وحتى تهوره، فهذه صفات يطلقها عليه مساعدوه أنفسهم، ولكن ثمة صفة أخرى يملكها لا يمكن التشكيك فيها، هي أنه قادر على اتخاذ قرارات حازمة حتى ولو كانت متهورة وغير محسوبة بدقة ومن دون أدنى اعتبار للتداعيات. وبعيدا عن سرد الأمثلة الكثيرة هنا، يقطع ما يقوم به ترامب في سياق الصراع العربي الإسرائيلي مع قواعد راسخة في السياسة الأمريكية على مدى عقود 7، كما في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وأخرى عمرها عقود 5، كما في الاعتراف بالجولان تحت سيادة الإسرائيلية بحسب ما جاء في مقال للكاتب أسامة أبو أرشيد بصحيفة العربي الجديد. على الفلسطينيين بالدرجة الأولى أن يشعروا بقلق كبير مما تخبئه جعبة ترامب لهم، فهو سبق أن داس على كل التحذيرات حول قراره عن القدس عام 2017 والعام الماضي، وثبت أنه محق حيث لم تكن هناك ردة فعل فلسطينية وعربية صاخبة. ثم عاد الكرة مرة أخرى العام الماضي، فقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا لإرغامها على إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ونزع هذه الصفة عن الغالب الأعظم من ملايينهم. ولم تكن هناك أيضا تداعيات فلسطينية وعربية قوية، ويبدو أن الخطوة المقبلة ستكون الاعتراف بضم إسرائيل أراضي واسعة من الضفة الغربية،
وربما يكون التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العالم الصادر منتصف مارس آذار الجاري، وكان التمهيد الرسمي الأول للاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان قد مهد الطريق نفسها فيما يتعلق بالضفة الغربية. يقول الكاتب: ما تفعله إدارة ترامب في سياق الصراع العربي الإسرائيلي إنها تسبغ شرعية القوة الأمريكية على الحقائق التي تخلقها إسرائيل على الأرض، ثم تحدث هي نفسها وقائع جديدة على الأرض كما في القدس والجولان، لتبدأ بعدها محاولات إخضاع العالم لها قبل أن ندين الولايات المتحدة. يقول الكاتب: ونتحدث عن تهور ترامب وطيشه وتطرفه، فلنملك الشجاعة وندين تهورنا أولا وطيشنا وتواطؤنا، ولنضع خريطة طريق لنخرج من مأزقنا الراهن المخزي كما يصف الكاتب، أو أن الأحداث لن تنتظرنا. وما زال الطوفان يتعاظم وهو لا محالة جارفنا إن بقينا في طريقه، وإن لم نعد العدة لكسره واحتوائه، بغير ذلك لن يكون ترامب هدية الرب لإسرائيل فقط، بل سيكون لعنة الرب علينا. جاء في القدس العربي: في المغرب صرحت وزارة التعليم رسميا بأنها ستتخذ إجراءات تأديبية قاسية، منها الطرد في حق الأساتذة المتعاقلين. إن هذا التهديد يزيد في احتقان الوضع الاجتماعي بالمغرب، نظرا لمركزية المؤسسة التعليمية بالنسبة للحياة اليومية لأغلب الأسر المغربية، ولأن حتى الأساتذة موظفو الدولة أي غير المتعاقدين يؤيدون مطالب زملائهم المقصيين ظلما من الوظيفة العمومية، وذلك بخوضهم من جهتهم إضرابات متقطعة من عدة أيام. عن هذه الأزمة برمتها كتب المعطي منجب في صحيفة القدس العربية: يطالب الأساتذة المضربون والمتظاهرون الذين يقول بعضهم إنهم يعاملون من لدن الدولة وكأنهم بلوريتاريا تعليم رثة ومحتقرة بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم، بينما تؤكد الوزارة بأن أقصى ما يمكن أن تفعله هو التوظيف الجهوي، وبأن هذا اختيار استراتيجي ولا تراجع عنه مهما كان. لماذا هذا الموقف العدواني للحكومة؟ فهي زيادة على التهديدات ترفض الاعتراف بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، كما أنها ترفض الحوار المباشر معهم كما فعل النظام في السابق مع حراك الريف. إن الحكومة لما تهددهم بالطرد تعلن ضمنياً أو بشكل غير واع بأن وضعيتهم القانونية هشة فعلا، إذ يمكن تسريحهم من عملهم رغم أنهم لا يفعلون إلا ممارسة حق دستوري هو الإضراب. الحركة الطلابية المغربية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تكاد تكون الوحيدة التي تابعت مواجهة النظام مؤدية ثمنا غاليا خلال النصف الثاني من الستينيات وبداية السبعينيات. يقول الكاتب: لماذا هذا التعنت والتصلب الرسمي الذي يضر أولا وقبل كل شيء بالأطفال المغاربة، ولا يساهم إطلاقا في تخفيض كتلة الأجور ما داموا يحصلون على نفس أجور الآخرين؟ يبدو حسب خبير مالي فضل عدم ذكر اسمه أن بعض المشاكل وأن جانبا من المشكلة وهو جانب مهم يكمن في نظام التقاعد، فكل موظفي الدولة ينتمون للصندوق المغربي للتقاعد والمؤسسة الأخيرة، وهذا شيء مهم جدا وليس جزئية بيروقراطية كما يصف الكاتب، وهي التي تدبر أموالها بنفسها رغم أنها تودعها بصندوق الإيداع والتدبير الشهير بالسي دي جي. بعيدا كل البعد عن السياسة، وصلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الأربعاء الدفاع عن قرارها إلغاء خروج فريق مؤلف من النساء فقط إلى الفضاء بسبب نقص في البزات، مؤكدة عدم وجود تحيز جنسي. وأقلت ناسا إن الخروج من محطة الفضاء الدولية الجمعة ستنفذه كريستينا كوك ونيك هيغ بدلا من كوك وان ماكلين
وهما رائدتان موجودتان في المحطة حاليا مع أربعة رواد هم أمريكيان وروسي وكندي. وأثار هذا الأمر ردود فعل من محبي الفضاء وناشطات نسويات، ورأوا فيه عدم استعداد ناسا لتغيير إرث فضائي استمر لعقود كان الرجل والرجال يهيمنون عليه، خصوصا أن الوكالة تحضر بعناية التفاصيل الدقيقة لرحلاتها، وهي تحضر رحلة جديدة إلى القمر بحلول العام 2024. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.